بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. معاكم أخوكم سالم الكواري. أحب أدخل مجال السوشيال ميديا في مجال القهوة. طبعا هذا أول تصوير لي، بيكون موضوعي عن القهوة بشكل عام، ونستفيد نفيد ونستفيد إن شاء الله. طبعا أنا كان مجالي قبل مجال البرو كوفي اللي هو الفلتر، بكل أنواعه، يعني من ناحية كولد برو وكولد دريب و V60 وإيرو بريس والكيمكس بالمجالات الفلتر. لكن دخلت مجال الاسبرسو، وخذت مكينة المرزوكو، طبعا معروفة ما يحتاج، حاب اني اعرضها لكم. المرزوكو اللي اخذتها انا اللي هي GS3، راح ان شاء الله اشرحها عشان اللي حاب يشتري مكينة ويدخل مجال الاسبرسو تكون عنده فكرة وخلفية عنها بشكل عام. أول شيء، يعني دام إن أنا جديد في مجال الاسبرسو، راح أشرح لكم الأمور التكنيكية. أول شيء، المكينة الاسبرسو تحتوي على بويلرين، اثنين داخل، واحد حق البويلر هني حق الضغط، واحد الله يسلمكم حق تبخير الحليب. البويلرين الاثنين لهم حرارة، طبعا هني تبين لي الحرارة حق بويلر الضغط اول شيء، الماي طبعا اللي يضغط حق الاسبرسو زين، والبويلر الثاني اللي حق تبخير الحليب. شلون نعرف الحرارة وشلون نعرف اعدادات الماكينة؟ ندخل على اعدادات الماكينة بالضغط هني، اللي يبي يعرف يعني السيتنج والاعدادات. انا حاطه 94، لكن طبعا اذا تحط انا حاطه 94.5. 94.5 راح يبين لك 93، ليش؟ راح تنقص اكيد درجه، لان ما توصل للمرحله ذي الا يعني 92.9 93.5 وتنزل عليها، بس في الاعدادات انا حاطه 94.5. وبويلر الاستيمر اللي هو التبخير الحليب حاطه 129 درجه. هذه اهم شيء كبدايه، انك تكون مركز على الاعدادات هذه. عندك هني الجيجات الاثنين، واحد حق الضغط البار، طبعا الماكينة ضغطها 9 بار، هي الضغط اللي هني اللي تضغط عصارة القهوة 9 بار، وهني الضغط الاستيمر حق عندنا البار هني ما راح يتحرك. ليش؟ لان احنا ما ركبنا البورتو فلتر، احنا ما ركبنا البورتو فلتر. البورتو فلتر هذا هو، عندنا نوعين، عندنا الله يسلمكم اللي هو السنجل اللي هو مخرج واحد، وعندنا الدبل اللي هو بمخرجين. هذا البورتو فلتر. البورتو فلتر تركب معاه اكثر من باسكت. الباسكت اللي تركب في هني في البورتو فلتر. طبعا في عندنا اكثر من نوع من الجايه من الشركه، طبعا في بعضهم ياخذ نوع خاصه يعني احجام مختلفه، بس اللي يجيك من الشركه اللي هذه اللي ما ادري اذا يبين او لا، 7 جرام وفي 14 جرام، وفي اللي هو هذا هو اللي استخدمه انا 17، مش واضح
وفي 21 وفي اللي حق التنظيف اللي ما بدون اي مخرج. انزين هذه الباسكت وذي البورتو فلتر عشان نعرف المسميات. والقطعه هذه يسمونها التمبر، هي اللي تكبس القهوه في الباسكت، يسمونها التمبر. هذه اللي تجيك مع الماكينه لمرزوكو، هذه من عندي انا يسمونها التمبر. وفي انواع ثانيه مختلفه. نرجع الماكينه، عندنا في الماكينه مكان حق الماي ومكان حق الصرف. العاده ان تكون موجوده من داخل، تكون موجوده هنا. العاده تكون موجوده هنا، قطعه بلاستيك فيها ماي وهذه مخرج الصرف. لكن انا ايش سويت؟ اي شخص يقدر عنده الماكينه يقدر انه يمد لها من داخل او يوديها الميكانيكي يمد لها مخرج الهوز اللي حق سحب الماي. الماي ينسحب، ماي الصحه ينسحب يروح الماكينه، وفي الهوز اللي حق الصرف، اي شيء يتصرف من الماكينه من فوق ينزل ويتصرف في الدرام الثاني. هذه فكرة للي يبغي يعني ما يبي يتعطل في موضوع الماي. فعندنا الماي وعرفنا درجة حرارته اللي هو 93 وانا حاطه 94.5، فتنزل لها الدرجة لحروة الدرجة هذه. وعندنا موضوع الوقت، والوقت اللي هذه الزيرو فور اخر تشغيلة لي. من اشغل الماي يرد صفر ويشتغل، يصير 3 4 5، ارد اسكره على 5 ثواني. يعني عرفنا الحين الشاشة وعرفنا الضغط اللي هو ضغط البار هني، عندنا 9 بار، واذا ضغطناه للاخير مع اذا كنا مركبين البورت وفلتر راح يعطينا 9 بار. وهذا ضغط السين. طبعا الزر هذي هو زر التشغيل، وهذه حق الاعدادات، والزر هذي مثل ما قلنا احنا دخول الاعدادات انتم شابكين عليه، والاخير الماي الحار. طبعا ما ينصحون باستخدامه الا اذا بشكل بسيط يعني مدة 2-3 ثواني وتسكره، عشان لا يدخل الماي البارد كل شوي، يدخل الماي البارد ويخرب الماكينه من داخل. يعني هي طبعا الماكينه معروف انها حاره، لكن ان دخول الماي البارد والماكينه حاره ياثر عليها، فما ينصحون باستخدامها يعني الا بشيء بسيط. انزين هذه تقريبا الماكينه ومعداتها اللي جايه من الشركه. في النهاية عندنا آخر شيء اللامرزوكو سبيرسو ماشين كلينر اللي هو المعقم. يستخدم المعقم في نهاية اليوم، يعني إذا خلصت من القهوة آخر شيء بتسكر الماكينة وبتخليها على الستاند باي، لازم إنك تعقمها عشان الترسبات ما تتجمع في الماكينة. زين شلون نستخدمها؟ اليوم شغلنا بس الماكينة، ما نبي نسوي قهوة، بس نشرح نشرح الماكينة ومعقماتها. المعقم الله يسلمكم، عندنا البورتو فلتر نركبه. طبعا اي بورتو فلتر اقدر اركبه، يعني اذا انا استخدم ال 17 جرام اركبه هالشكل يركب البورتو فلتر، واذا بطله لازم اني استخدم واحد ثاني. بطل البورتو فلتر، هذه طريقة الباسكت شلون اركبها في البورت وفلتر. انزين اركب الباسكت حق التنظيف اللي ما في ولا مكان
ما في ثقوب يعني، ما في مخارج. ركبه، اتاكد ان ركب صحيح. زين، استخدم كفشه صغيره من المعقم قفشة صغيرة، أعقم فيها الماكينة. شلون أعقم الماكينة؟ الحين نشوف تعقم الماكينة. الحين عندي البورتو فلتر، راح أركبه وأتأكد إنه ركبته بشكل صحيح. أضغط عليه صح، أتأكد إنه انضغط. طبعا ما راح ينزل شيء. ليش ما راح ينزل شيء؟ ما راح ينزل لأنه الباسكت ما في ثقوب، يعني ما راح تنزل ولا قطرة. راح نشوف شلون الطريقة. الطريقة الله يسلمكم انه اشكل 9 بار لمدة 5 ثواني واسكر. 5 أو 6. شوفوا شلون 9 بار، شلون شوفوا الضغط شلون يروح ليه. 9 بار، 9 بار لمدة قلنا مسكر 6 ثواني، 5 ثواني، 6 ثواني بالكثير. مرة الثالثة مسكر 5 ثواني، مسكر. نشوف شلون ان الصابون ينزل، يطلع من مكان التصريف. الصابون يطلع الماكينة. شي يصير الماي يحاول ينضغط، يحاول انه ينزل من هني من المخرج، لكن ان الباسكت اللي داخل البورتو فلتر تضغط عليه، فشي يسوي المي يرجع يدخل داخل في اجزاء الماكينة والبيبات اللي داخل والامور هذه اللي تتجمع فيها البودرة القهوة وتسبب ترسبات، فتضطر انه ترجع مع المعقم. شي يسوي المعقم؟ راح انه يمسح الاثار الترسبات اللي متجمعة. نرجع اخر مرة مدة 5 ثواني ونوقف. خلاص وقفنا. الحين شو نسوي؟ الحين نرجع نفك بورتو فلتر. شوف شلون الصابون قصده. غسلنا، نرجع نركبه مرة ثانية بدون أي شيء. أوكي، سكره مضبوط. نرجع الحين نضغط نفس الكلام 5 ثواني ونسكر. الماي يطلع 5 ثواني ونسكر. الماي يطلع ويطلع الصابون 5 ثواني ونسكر. نرجع 5 ثواني ونسكر. يا سلام الصابون تقريبا. انا اشوف الحين الماي، اشوف الماي يطلع بدون صابون. 5 ثواني ونسكر، صار الماي يطلع نظيف بدون صابون. حلو حلو الكلام. عشان نتأكد وتكون المسألة واضحة، شوف الصابون زين. 5 ثواني، شوف الماي طلع بدون صابون. حلو، تأكدنا الحين انه الماكينة نظيفة من الداخل من الصابون. زين، الحين نفك بورتو فلتر. زين، طبعا نعقمه مثل ما قلنا. شلون نفتحه بهالطريقة. خلاص فتحناه، نعقمه. إذا عندنا قماش مثل قماش
الباريستا اللي هو قطن نفس القطن هالشكل، او يقماش عادي نمسح اغراضنا عشان يكون كل شيء نظيف وجاهز حق اليوم الثاني. هذه طبعا الحركة نسويها اخر اليوم اذا ما نبي نسوي قهوة، خلاص خلصنا من القهوة، نظفنا الاغراض، الباسكت طبعا الباسكت اذا كانت مستعملة نرجع نمسح عليها ننظفها. بهالطريقة نكون عقمنا الماكينة ونظفناها. نرجع الحين نحطها على وضع الستاند باي. شلون نحطها على وضع الستاند باي؟ لازم اشير على ذي بس بشكل سريع. ايوه خلاص وضع الستاند باي، خلاص وضع الستاند باي، كل شيء يرجع يبرد في الماكينة، يعني الحرارة ترجع لين تدريجيا لين درجة الصفر، البويلر الاول والثاني يرجعون لين درجة الصفر. اذا بغيت ارجع اشغلها ارد اشغلها ترجع. في الختام شرحت انا بشكل عام عن ماكينة اللامارزوكو. طبعا كل واحد ورايه. اللامارزوكو فيها انواع، اللي عندي انا الجي اس 3، جي اس 3 الام بي، ام بي اللي هي اللي هي المانيوال بويلر. في الاي بي، الاي بي الاوتوماتيك اللي بدون المانيوال. طبعا الاوتوماتيك ارخص من المانيوال، اللي تجيك اوتوماتيك ارخص من المانيوال، بحكم ان المانيوال فيها تحكم والاوتوماتيك بنفسها، العصارة تكون على حسب احتياج البار ونزول القهوة. اما المانيوال انا انصح فيها، انصح اكثر من الاوتوماتيك، لان اللي بياخذ اوتوماتيك مبدئيا يمكن اوكي يمكن يمشي نفسه، لكن بعدين وده انه يصير هوم باريستا ويتحكم في العصارة القهوة وفي البار وكم يحتاج بار وكم يعني يتحكم، يعني يتحكم في في في, في القهوه. الاوتوماتيك انا اشوفها ما تفرق عن اللينيا، اللينيا اللي هي اصغر من الجي اس 3. اللينيا سعرها حتى ما يقارب 19000 قطري. الجي اس 3 سعرها في حدود 30000، يزيد 1000 2000 وينقص 1000 2000 على حسب المواصفات، يعني على حسب اللون. هذا اللون اللي هو الستاندرد، انا عاجبني صراحة الستاندرد، الستاندرد يجيك اسود وقليت. اما الالوان الثانية يجيك البيضة وفي السودة، ما ادري بعد في لونين بعد غير البيضة والسودة، في لونين تكون اغلى من الستاندرد. الستاندرد يجيك قليت من الداخل ومن الاطراف سوداء، وبعدين تقدر تطلب الامور الاضافيه، تقدر تحط كورات خشب تركب عليها اضافات، يعني هذه امور اكسترا تقدر انك عقب تطلبها من الموقع او من اي شخص يبيع المواصفات الاضافيه. وان شاء الله اني وفيت في شرحي على الماكينه بالذات المرزوكو الجي اس 3، ومنكم نستفيد، واللي في مجال القهوة اكيد عنده معلومات اكثر وعنده امور اضافية، نستفيد ونفيد ان شاء الله. الله يعطيكم العافية.